للجميع، ضلوا بخير ايامكم سعيده. اليوم 8 حزيران، يعني 8 6 8 للجميع بالخير. ما زال عطارد للسفر للاوراق للزكاة متراجعا في برج الجوزاء، مما عم بيخلينا جميعا هيك نتصرف تصرفات شوي اعتباطيه، خليني اقول، او متسرعه، او نحكي لنا شي كلمه غير مقصوده. خلينا نحاول نغفر لبعض بهي الفترات، لانه كلياتنا صايرين مشوشين وعصبيين، بالذات مواليد برج العذراء والقوس. هذا ليس فقط بسبب تراجع عطارد في مكان غير مناسب اللي هو الجوزاء، ايضا بسبب وجود المشتري في برج الدلو وكوكب الحظوظ السعيده. فهي الفترات بعتبر انا مانا للحظوظ السعيده بسبب تقدم المشتري في برج الحوت، يعني طبعا مثل ما قلنا العذراء والجوزاء. طبعا اضافه لبرج الحوت وبرج الجوزاء سعي اقل شوي، بس ما زالت الامور العائليه بعتقد او الشخصيه مانا كثير الاريح لهالمواليد. المريخ ما زال متقدما، وهو كوكب اللي بيعملنا عصبيين شوي، بيعمل عنا ضيقه خلق، متقدما في برج السرطان، الى جانب الزهره للحب والعواطف كمان في برج السرطان. هلا هون بيعمل نوع من انواع القلق الصحي او الشخصي او العائلي لمواليد الجدي الميزان الحمل. هالابراج لازم شوي ينتبهوا على امورهم، معناتها صرنا عم نحكي تقريبا عن 7 ابراج فيها مضايقات، اللي هن جوزاء وقوس، اضافه الى العذراء والحوت، اضافه الى الحمل وميزان وجدي. اول اخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اليوم يوم فيه قصه صحيه او نوع من انواع الاصلاحات ستجعلك تصرف اكثر مما يجب. طبعا انت اصلا اختصاصي الصرف العالمي، هو التراجع دائما بيعمل مصاريفك اضافيه، بقى بالنتيجه كل واحد حسب حالته الماليه، اذا حالته الماليه جيده فهو بيتضايق بس من الصرف، اذا حالته الماليه سيئه فهو بيتضايق كثير من الصرف. بس بكل الاحوال انا اقول تخفف مصاريفك بهي الفترات، وحط ببالك انه انت وقت بترتاح بامورك الماليه حتى على المستوى الشخصي بتكون اريح، وحط ببالك انه التراجع لسه 20 بالشهر 18 بالشهر، فيعني لسه في 10 ايام ما بتعرف امتى بيرجع بيلزمك مره ثانيه. عزيزنا مولود برج الثور، اليوم الامور بالنسبه له ايجابيه وجيده، خاصه اذا استغل ميزاته في الحوار. اليوم لازم تكون اكثر لطفا، خاصه انه القمر ببرجك لسه عم تتمتع بجاذبيه، عم تكسب تأييد، عم هيك تنبسط ببعض الفرص، يمكن في مشاكل عم تلاقي لها حلول مع اشخاص انت بتحبهم. اليوم في محبه، في موده حوالين مولود برج الثور، انت مبتسم وترفض التعب. عزيزنا مولود برج الجوزاء، انت اللي مو كثير مرتاح، وما بعرف خذ مني نصيحه، حسن علاقاتك وما تطلع بخسارات اليوم. يوم ما انك محتاج ابدا تعصب، تتضايق، تحكي لك شي كلمه غير معنيه، خاصه ان الامور العاطفيه والعائليه ما انا كثير الاريح. حاول تكون اكثر عطفا لطفا مع الاخرين، يعني حاول تعيد تقييم امورك، واستنانا للمساء لبكره الصبح لتدخل بقى ليدخل القمر على برجك، يحمل التعب لألي ويحمل الراحه لألك. عزيزنا مولود برج السرطان، الامور ايجابيه بالنسبه لك لتفاهم لتنقلات. برج السرطان اليوم اموره الاجتماعيه هي الافضل، حتى عم بيحل مشاكل شخصيه، عم بيستعيد علاقات سابقه، ناس من سفر، لهجة مختلفة عن لهجتك، حدا عم بيدق لك، عم بيحاكيك، عم بيفتح لك أبواب جديدة. يوم للعلاقات الاجتماعية مثل ما قلنا بامتياز، تقبل ودع زار يزور، اليوم أخذ الأمور هذا الطابع. عزيزنا مولود برج الأسد، اليوم هيك حاسس الناس حواليك منافقين كذابين، ما بعرف، هو الصراحة عندك تدخل من الآخرين بحياتك اليوم، أو نوع من أنواع الناس اللا منطقيين، يعني عم تحس اليوم اللي عم ينطرح هو لا منطقي عموماً، ويمكن تحتاج بعض التنازلات. أنا بقول إذا في شيء بمس كرامتك يعني أجله، بس إذا القصص العلاقة بتنازلات لطيفة فما في يعني مبرر إنك ما تعملها. مرقنا هذا اليوم بالكثير من اللطف، وخاصة كلما تقدم النهار رح تكون أمورك أفضل وستبدو لبقاً ميالاً للهدوء. مولود برج الميزان، اليوم عم تناقش امورك بدون العذراء، عم تناقش امورك بطريقه ايجابيه، وعم تشعر انه في حظوظ تتحالف معك. يوم بالمجمل ايجابي للعذراء، عم بيسد اغلب الثغرات، وتؤمن بعدم جدوى الشجارات على كل الاحوال،
وفي وقت عم بيروح اليوم للتفكير للتخطيط للأفعال أكثر من الوقت اللي عم بيروح هبة، يعني هيك ماله، تبدو متمالكاً لأعصابك. هادئ مولود برج العذراء وعم تعقد صداقات إيجابية. الميزان هو اليوم له علاقة بناس جدد عم يمنحوه دعم أو محبة أو دلال أو حدا هيك عم يحكي معه كلام حلو له علاقة بمشاركة أو دعم أو حتى قصص مالية ممكن يكون عم بيلاقي لها حل. هلا أنا بعتبره هاليومين يومين جاي حلوين، الأربع أيام الصراحة لسه في اليومين اللي جايين كمان ممكن تكون قراراتك حسدة. مشكلة إنه تراجع زحل ووجود الزهرة في برج السرطان هالكوكبين عم بيخلي أموره اللي مولود برج الميزان ليست الأفضل، عائلياً عاطفياً بحاجة للانتباه. مولود برج العقرب رغم إنه اليوم مانو كتير مريح ومن امبارح أمورك ليست الأفضل، بس أنا بقول الشهر كشهر مانو سيء، هاليومين فيهم شوي تعب، معلش لا تكون منفعل، وإذا في شيء تأجل قول لخيري، اللي ما بيصير اليوم بيصير بكرة. في تعب أنا ما قلت لا، أو في نوع من أنواع الحساسية أو المضايقات أو الصدمات، بس أنا بقول مانك محتاج اليوم مولود برج العقرب تفرض شروطك بالعنف، يوم للحوار أو نأجلها لبكرة، يعني كمان بكرة أمورك إيجابية. مولود برج القوس حدد هدفك ولا تبعثر نشاطاتك بأشياء لا تلزم، خاصة أنه اليومين الجايين أصلاً مو كتير الأريح، لذلك أنا نصيحتي لك خلص شغلك اليوم، خاصة أنه شغلك كتير وفي هيك موجة أحباط جايتك بهاليومين ثلاثة. هلا هو مثل ما قلنا تراجع وطارد بموقع غير مناسب، تقدم المشتري في برج الحوت عم بيخلي هاي موجة الأحباط تجتاح حياتك، هيك حاسس إنه الدنيا ما فيها شيء بيستاهل، هيك إحساسه بهي فترات القوس. على كل إذا بدك نصيحتي للجد هاليومين ثلاثة اقتصر بجهودك على الضروري. مولود برج الجدي اليوم الأمور إلها علاقة بالإقناع، أنت تقنع من حولك بوجهة نظرك، سواء كنت باجتماع أو مدراءك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أو قصص العلاقة بأشخاص أنت تستطيع الاعتماد عليهم. اليوم تصرفك صحيح والناس عم تتصرف بشكل إيجابي، ويمكن نشاطك كمان بمكانه صحيح، يوم فيه هيك مثل اللي عم يكسر قيوده النفسية وعم بيحاول يرتب أموره. والحقيقة الأمور العاطفية تتقاسم الصدارة مع أمورك العملية لتقدر ترتب أمورك، بس خذ مني نصيحة مولود برج الجدي، انتبه شوي عائلياً صحياً لست في الأوضاع الأفضل. ما كتير مرتاح مولود برج الدلو، هاليومين له علاقة بنوع من أنواع العنف، العصبية، القلق، التوتر أو التشنج، الشيء البسيط العادي لأنه فقط حركة القمر بمكان غير مناسب، فهي التصرفات العفوية، كلمة عم بحكيها غير مقصودة، تصرف غير مقصود، شلفت هيك شغلة بدون ما أقصد، يعني هاي الأشياء الصغيرة مو للأشياء الأساسية، بالعكس الأشياء الأساسية أنا بعتبرها إيجابية وجيدة وممكن تمرق، بس هاي الفترات في نوع من أنواع العصبية بالنسبة لك أو نوع من أنواع المضايقات. هو أنا بنصحك الحياة تستنى لبكرة لأنه بكرة حظوظك قصوى. مولود الحوت اليوم للحركة، للسعادة، للعلاقات الإيجابية الجيدة، لتشعر بالتحرر وبالطاقة، لتكون مهتم بالتغييرات، يوم عائلي بامتياز، أشقاء، أهل أسرة، ناس أنت بتحبهم، مليان طاقة وقادر تقنع من حولك بكفاءتك، يوم بالمجمل جيد. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 8 وأتمنى له السعادة، يجعل أيامكم خير. لا يعرف الحياد في مواقفه إطلاقاً، من الأشخاص اللي يا بيقولوا إيه للآخر يا بيقولوا لا وللآخر، مع أنه هو من الأشخاص على فكرة اللي بيغيروا آرائهم كل فترة وفترة، يعني تأثير الآخرين عليه كبير، من الأشخاص اللي إذا يعني حدا أثر له برأيه فهو فعلياً بيتأثر بآراء الآخرين، بس يعني بما يتناسب عموماً مع مصالحه. لا تفتكروا أبداً من الأشخاص اللي يعني ما بينتبه على مصالحه، بالعكس يمكن هاي القصة دائما الآخرين بيتضايقوا منه فيها، إنه كتير يولي مصلحته المرتبة الأولى بحياته. هاي القصة أنا بعتبرها بالمجمل جيدة، يعني أنا ما بعتبرها إنه سيئة على كل الأحوال. طبعا السنة بالنسبة له سنة جيدة،
لحتى يغير شيء بحياته. طبعا ليس قبل 20، يعني 20 ليباشر عطارد التقدم اللي بلش ينهي مشاكله العائليه، راح يضل بس العاطفيه، وهي بنتحملها. ومن مرأة دخيلكم الجوزاء اخر همه العواطف، بيمثل انه حابب وكذا، بس هو الحقيقه يعني مو كثير له علاقه بهذا الجانب. هلا العمل المال هي بمقدمات حياته عموما. يسعد اوقاتكم. طبعا رسائلكم على 1845 من اي موبايل داخل سوريا، وحاولوا تكون رسائلكم فيها يوم شهر سنه واسم لتاخذوا المعلومات كامله. الياس مثلا يوم شهر سنه واسم، مريم مثلا يوم شهر سنه واسم، انت وجوزك عمر يعني حاولي يوم وشهر وسنه واسم. عبير نفس القصة يا عبير مع فراس، يلا معنا وقت اليوم، حاولوا ترجعوا تبعتوا لي على السريع مواليد كاملة. شوفوا وجدان 16-1-95، طبعا انت اخذة تكة من برج الدلو يا وجدان، واخذة من برج الجدي، واثنين هن الافضل هذا العام. بس اعتقد هو هذا الشهر مانو للتغييرات، او مانك كتير الاريح، الشهر القادم رح يكون افضل بكتير. بس انا ارجح يا وجدان، واذا اراد رب العالمين انه هاي السنة لن تمر بكاملة إلا في شيء بدي بارك لك فيه إذا أراد رب العالمين. وسيمة عم تسألني عن الصحة أو شيء عقار. وسيمة لبعد الثامن، هلا قصة عقار أكيد ليس قبل الثامن، وحتى هاي الفترات هلا داخلين العذراء على شهر ونص لهم علاقة بالقلق الصحي وليس بالتعب الصحي. القلق للعذراء بيفرق عن التعب، ما في شيء سيء لأنه، بس بالمجمل ممكن يكون نوع من أنواع القلق. بس أمورك المالية لبعد الثامن. ريهام 93، يسعد أوقاتك يا ريهام. ريهام صحيح هذا الشهر كتير متعب، إلا أنه أنت بالسنة الأفضل، سنة جيدة جداً، إيجابية جداً، وغالباً رح تقفليها ريهام إذا أراد رب العالمين بأفضل مما بدأتيها. مها بنت لمعات كأنه عم تسألني مع محمد، عم تسأليني عن علاقة جيدة، روحي عن علاقة جيدة بالمجمل. المشكلة إنه أنتوا اثنين عصبيين، اثنيناتكم مستعجلين، اثنيناتكم عندكم إحساس إنه أنا فهيم الأمة العربية. طبعاً يعني هي مثال، يعني أنا قصدي إنه أنا حدا فهيم وماني بحاجة للاستشارات، وأنا صح وأنت غلطان. هلا أنتوا المشكلة برجينكم، أنتوا اثنين إذا ملاحظة ناريين طبعاً، وأنتوا أصلاً تنتموا إلى الحصان الناري. انتو 66 جماعة الحصان الناري، جماعة عميله هيك بيشعل دغري، بيعلى صوته، فما بالك انه اصلا انتو ابراجكم نارية. فبدكم بس شوية هدوء، شوية لطف بالتعامل. بظنك تعلمتي على كل على طبعه، يعني صار لك عمر مع بعض. حاستكم بدك تشاركوني في شيء؟ حابين نشارك. خلينا ناخد مشاركة كمان من عنا. طارق بن سمر 19 حزيران 2003، عم يسأل على البكالوريا شو وضعه. يعني إذا باذل جهود يا عزيزي، هلأ غالبا رح تحتاج للتكميلية، بس يعني إذا باذل جهود أكيد حنبارك لك. لازم شو هالخبر يا مدام؟ حرام. تراجع وطارد لأنه روحي، فما عندي حل. بعدين الجوزائيين جماعة بيدرسوا من هون وبينسوا من هون. أنا مو ذنبي. الجوزائيين على قولتك مدام نجلة هنن شاطرين بس إنه بالذكاء والحربة، طبعًا بس يا ريت يتحربقوا كمان بالدراسة. إيه يعني هنن هلأ بتسأليه وبيجاوبك حكي، بس يكتب بينزل المعلومة هي على الورقة هاي اللي أنا أشك فيها. يعني كتير قليل ليكونوا مركزين بهاي القصة، خاصة على تراجع وطارد يا شباب. فعليا انتبهوا، لأنه أصلا نحن بالتراجع منكون هيك مشوشين، ما كتير مرتاحين، فما بالكم أنه عم نقدم امتحانات. نور من مواليد 87 عم تسألني مع زوجة محمد، يعني إحدى العلاقات الجيدة على كل. يا نور بكفي أنك بتحبي روحي، يعني ما عندي حل لهي القصة. المحبة غفران، وانتي بتغفري له شو ما الغلط، فانتي اللي مطمعتي فيكي روحي. فهي القصة ما عندي فيها حل، لأنه واحد عصبي واللي بده إياه بده إياه، وبيقول لك لا اعملي هيك معناتها أنت لازم تعملي هيك، وانتي مدللتي. فيعني شلون بدي أعملكم هذا التوازن؟ ما عندي حلول، بس بقول لك إنه الحظوظ مساعدة ما سيئة. وعد بنت سميرة، يسعد أوقاتك يا وعد. وعد كسنة سنة جيدة جدا بالنسبة لك، خاصة هالشهر الثلاثة. هلا هي كسنة سنة كاملة لا تعتبر الأفضل وعد، بس أنا بظن هالثلاث أربع شهور وارد يكون فيهم قصة جيدة أو مختلفة، فيهم بداية جديدة. فادية بنت تيريز، فادية سنت حظك، لكن ليس هذا الشهر.
يعني هذا شهر ليس للحظوظ، الشهر القادم بقى وما بعد ممكن يكون للحظوظ القصوى. الأمور بالنسبة لك إيجابية، بس يعني هذا شهر فيه جزء من تعب. هلا في أشهر بتجي تعويضية، إن شاء الله تكون للجميع. يسعد صباحكم وتضلوا دائما بخير. وتضلي بخير، شكرا لك.